خير يا معلم، مالك؟ يعني حاسس ان انت متفاجئ كده، اللي هو انت جديد معانا في تشجيع ارسنال يا ابني، ولا انت جديد معانا في الفرجه على ارسنال، ولا ايه النظام بالنسبه لك؟ يعني الموضوع بالنسبه لك عامل ازاي بجد؟ والله يعني انت فاهم مثلا ان الموضوع عادي، مثلا ان انت تتصاب عندك برد لانه فتغير الطريقه وتلعب بال 3 4 3، او بالاحرى تلعب 5 3 2، ويلا بقى يا جماعه هنظبط الحال الدفاعي بالنسبه لنا عشان خاطر مارتينيز مش زي برد لينو. برد لينو كنا بنديله حريه ان هو يتحرك في ال 18 براحته، انما مارتينيز احنا بنخاف عليه من الهواء الطاير، بنخاف عليه من اي شوط شاط عليه. هو ده اللي احنا هنبدا بيه. طب كويس، الدنيا ماشيه وبنطلع كلين شيت وبنكسب ماتش ولفرهامبتون العنيد اللي بيعاند مع طوب الارك، وكمان بلعب ليستر سيتي، اللي هو لو ليستر سيتي انا كسبته انا هبعد ليستر سيتي على المربع الذهبي وهنط كده نافس مانشستر يونايتد وانافس ولفرهامبتون. لا بقى، لا بقى، الدنيا تبقى بالنسبه لي زي الفل. لا، ما انا كسبان 1-0، وبوياكو ساكا ينزل تغيير مكان لاجازيتو، واول كره يعملها يجي مطرود فيها علشان خاطر العب الوقت اللي باقي ناقص واحد، اللي هو خلاص عايزين ايه مني تاني؟ عايزين حاجه تاني؟ خلاص يا معلم، شكرا على كل المجهود اللي انتوا كنتوا فاهمين ان انتوا هتحطوه في التشجيع قدام توتنهام وقدام مانشستر سيتي وقدام ليفربول. انا خلصت عليكم الدنيا من بدري وتعادلت علشان خاطر اقول لكم لا فيها يوروب ليج ولا فيها كمان اي حاجه خالص. بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضرتك، شرفتني ونورتني، ومش تخسر حاجه يا معلم لو عملت لايك، او مش تخسر حاجه لو انت بتعمل ديسلايك قلت لي انت بتعمل الديسلايك ليه. بص، تعادل النهارده بتاع ارسنال وليستر سيتي هو ما فاتش حد في الاثنين، لانه تقريبا كده الاثنين عطلوا بعض. ارسنال اتعطل فكره ان هو يحاول ينافس ولفرهامبتون وشيفيلد على صعود لليوروبا ليج، وكمان ليستر سيتي اتعثر فكره ان هو دلوقتي بفرق بقى بينه وبين مانشستر يونايتد نقطه واحده، وفي ماتش ما بينه وما بين مانشستر يونايتد ممكن يحزم الدنيا بالنسبه له. فليستر سيتي لسه بيواجه نفس المشاكل، هي نفس الازمات. فكره ان ليستر سيتي ما عندوش بدلاء جاهزين في حاله ان اللعيبه الاساسيه ارهقوا واللعيبه الاساسيه اجهدوا من الماتشات اللي بيلعبوها اسبوعيا علشان خاطر الوباء والفتره دي، وفي مرحله سلق الدوري. في مرحله سلق الدوري دي في فرق هتقع منك، الفرق اللي مش هيكون عندها دكه، الفرق اللي ما عندهاش مخزون من اللعيبه كافي علشان خاطر يلعبوا كل 3 ايام مباراه بجوده واحده وبطريقه واحده وباسلوب واحد علشان خاطر يخلصوا بدري بدري يوصلوا لتشامبيونز ليج السنه الجايه. لا، ليستر سيتي كان عنده مشكله ان هو ال 11 لاعب بتوع الاساسيين اللي على الدكه مش بالمستوى المطلوب، فلما اللعيبه الاساسيه بدات تنهج في موضوع كل 3 ايام ماتش ده، الموضوع كان بالنسبه لهم صعب جدا. ال 4-1 4-1 هيرفي بارنس ويوزو بيريز الاثنين بداوا يقعوا، وبدانا نشوف ان نديدي وتيليمانز عندهم مشاكل كتير، وبدانا نشوف ان فاردي بيغيب، وبدانا نشوف ان المنظومه اللي كان عاملها براند روجرز وكانت شغاله بقى فيها شويه مشاكل. ودورنا على الدكه، لا، على الدكه راجل عنده مشاكل، الراجل النهارده بيغير الطريقه وبيلعب بال 3 4 1 2 3 4 1 2 كان بيعتمد، هو كان بيحاول يستغل فكره ان ايزو بيريز هيساند الاثنين مهاجمين من تحت. ايزو بيريز اللي هو كان حاطط عليه امال وطموحات كبيره، والراجل فعلا كان ممكن يكون على قد الطموحات دي، بس الفرقه كلها الشوط الاول كانت اوت اوف فورم، الفرقه كلها الشوط الاول كانت ضايعه تماما. ارسنال كان عارف يعمل كل اللي هو عايزه الشوط الاول، بتلاقي ان الباكين طايرين وفي الحاله الدفاعيه والكره مش معاهم، بتلاقي ان هم بيرجعوا علشان خاطر يخلوا خط الدفاع يكون عباره عن خمسه، وكمان بنلاقي ان بياكو ساكا بينزل يساند لعيبه نص الملعب وبيفضل اثنين مهاجمين بس، لاجازيتو وباميانج علشان خاطر الطريقه تتقلب لخمسه 3-2، وتلاقي ان لعيبه ارسنال واقفين صح وبيدافعوا صح علشان خاطر بيأمنوا مارتينيز. الدنيا تفضل زي ما هي كده؟ لا، الدنيا مش تفضل زي ما هي، علشان خاطر انت بتشجع ارسنال وتتفرج على ارسنال بقالك فتره طويله، فطبيعي انك عارف ان في تغيرات هتحصل علشان خاطر يتحرق دمك في اخر الماتش. الشوط الاول بيخلص وبتلاقي ان انت يلا يا جماعه في امل، والله في امل، اوكي في امل ان انا اكسب، ويلا يا جماعه ممكن نكسب ليفربول، فعلا ليفربول واخدين الدوري، الموضوع بالنسبه لهم ممكن يكون سهل، وتوتنهام عادي يا معلم، موضوع لندن واحنا الاثنين بنتخانق مع بعض، وممكن نكسب توتنهام، يلا يا جماعه بقى المهم نطلع من ماتش ليستر ده كسبانين. ومانشستر سيتي كده كده الموضوع بالنسبه له خلصان، واحتمال كمان نعمل زي ساوثهامبتون معاهم، يعني الموضوع لسه تمام، وممكن نوصل عادي يا جماعه اوروبا ليج ما فيهاش حاجه. يلا بقى الدنيا هتبقى بالنسبه لك مظبوطه زي ما انت ما كنت حاطط في دماغك؟ لا 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 لا، تبقاش ارسنالي ولا انت بتشجع ارسنال بقالك فتره طويله، هتلاقي ان في حاجه مستنياك في اخر النفق، ولقيت الحاجه اللي مستنياك بسم الله ما شاء الله. لما ارتيتا قرر ان هو يا جماعه لا، لاجازيت بدا يرهق دلوقتي، وكمان الاستحواذ بقى خلاص مع لسه سيتي الشوط الثاني علشان بيحاولوا يرجعوا، فانا هغير علشان خاطر ايدي نيكيتيا يشد الفرقه اللي قدامه منه لسه عيل صغير وهيستغل تقدمات الاثنين مساكين. ويلا بقى يا عم ايدي خد الفرقه اللي قدام. ايدي فعلا اول ما نزل بسم الله خد الفرقه اللي قدام خالص، الراجل اول اشتراك لي يلا طرد خلاص بقى يا معلم، الفرقه كسكس لورا، طلع اوبا نلعب 4 4 1.
طب بعدين بقى خلاص خلاص هي خلصت، بعدين مستنيين هنلبس جون. انت قاعد عارف انك ممكن تلبس جون، وفعلا بعد ما لبست الجون قلت خلاص بقى الحمد لله قدر الله ما شاء فعل. تسكت على كده خلاص، لقيت الفار بيقول لك يا معلم في احتماليه ان الكره تبقى اوفسايد، قلت الله اكبر الحمد لله جت من عند ربنا، لقيت ان الكره ما بقتش اوفسايد واتحسب الجون. طب يا جماعه بتشيلونا، طب انتوا عايزين مننا ايه يعني؟ هتبقى انتم فينجر والايام علينا. بس عادي يا معلم، انا كل اللي انا عايز اقوله لك ان ارتيتا بيحاول يبني فريق جديد وبيحاول يبني منظومه جديده، ممكن انك تشجعه وانك تقف بايده علشان خاطر الراجل ما عندوش ادوات تساعده على النجاح كتير. الراجل كل اللي بيشتغل معاهم شويه شباب عندهم طموحات للمستقبل، حتى الخبرات عندهم مشاكل في الاستمرار مع النادي، في مشاكل كتيره قوي جوه ارسنال مش هنقدر نتكلم عليها النهارده. كل اللي احنا بنتكلم عليه النهارده ان الفرقتين عطلوا بعض، الاثنين خسروا بعض جوه الملعب نقطتين، كان الاثنين في اشد الاحتياج ليهم. على الاسف الشديد الاثنين كانوا يعني حرام اللي هم عملوه ببعض. انا بصراحه يعني انا صعبان على براندن روجرز وصعبان على ليستر سيتي، الناس دي كانت تستحق انها توصل دوري ابطال اوروبا وتستحق ان هي توصل لمكان بعيد، لان الموضوع بالنسبه لهم دلوقتي بقى صعب جدا، لان مستوى ليستر ده هيتنفخوا من مانشستر يونايتد. بص انا عارف ان الفيديو ممكن ما يعجبكش بما اني قلت لك ان يعني الدنيا بالنسبه لك ضايعه منك ارسنالاوي، بص انا براحتك بقى، عايز تشتم اشتم، عايز تقول اي حاجه قولها، بس اهم حاجه ما تبخلش علينا برايك، قول يا معلم فضفض براحتك بقى، انت خلاص الدنيا كلها جايه عليك، جه هتيجي عليا انا بقى.